احنا تعبانين جدا، والخوف يعني مسيطر علينا، خوف من المجهول. قدمنا بلاغ ايضا بالرد السريع شعبة الاختطاف وخلية الاختطاف، ولحد الان يعني ما وصلنا في الشيء عن مكان تواجده. رمز علمي وطبي، وهاي بشهادة كل زملائه الأطباء، زين تقييمة علمية موجودة هنا بالبلد. هو إنسان باحث بأمور الثقافية، بأمور التاريخية، بالأشياء بصورة عامة، وعنده كتابات وعنده مقالات، بس هي يعني كلها حيادية. رئيس الجمهورية دكتور برهم صالح، وأناشد رئيس الوزراء سيد عادل عبد المهدي أنه يبحثون عنه، وإذا هو في أي مكان أنه يطلق سراحه. إحنا وصلنا لهاي المرحلة أنه ليل ونهار إحنا عايشين بكابوس وخوف وقلق من المجهول هذا اللي دا يصير. أطلقوا سراح ميثم الحلو، كونه رمز من رموز العراق.